مشاهدي LBCI والLDC. الليلة رح تكون النار قوية والماي مغلية والكبة بالصينية، الطناجر رح تطير والصحون إن شاء الله ما بتتكسر. الليلة بدنا نسقط البصلة ونقلل اللحمة، بدنا نفرم البقدونسة، نقمع اللوبية، نصول العدسات ونحمر الدجاجات. بس الأهم هو إنه رح نعرف في ختام الحلقة إذا أمي أقوى من أمك أو إذا أمك أقوى من أمي. ثلاث كوبلات بحلقة الليلة مشاركين معنا اليوم ألفين من أم وابنها وأم وبنتها، رح يسنوا سكاكينهم، يلبسوا المريول وفوتوا على المطبخ. بس هالمنافسة المطبخية اللي بترفع الراس وبتمد السفرة اللبنانية أكيد لازم لحكم غير شكل. بتعرفوا مين هو البروفيسور التعليمات والإرشادات المطبخية؟ هو القائد الأعلى لجمعيات نقر الكوسة ولف الورق، الصوت الصارخ بالمطابخ دايما ما تخليها تلزق بكعب الطنجرة. بنرحب سوا بالشيف الأشهر الشيف أنطوان. أيوة شيف، شيف أنطوان، يا هلا يا هلا. كيف المعنويات اليوم؟ حماس كله تمام على طول، تمام. اليوم الحكم المميز يلي بيعطي تعليماته بالرغم من طبعا بيحبوا له الشيف أنطوان وبيضحك لهم الشيف أنطوان بس بالنهاية في نتيجة بالختام أبدا، صح؟ ما يخمنوا انه هيك نزهه يطبخوا كيف ما كان بيمشي الحال والكل رح ينجح. احنا جايين نتسلى كذا اوكي على راسي وعيني، بس بالختام في نتيجه، في نتيجه، كونوا جديين بالوقت ذاته. انا حكون الحكم القاسي شوي قاسي شوي. طبعا كوبل واحد من الكوبلات الثلاثه رح يروح معنا بختام الحلقه ورح يكون هو بطل الحلقه ويقول بالختام امي اقوى من امك. مشتركين ثلاثه بحلقه اليوم، ثلاث كوبلات هن. الكوبل الاول وردي وجورج. وردة أحلى وردة ببستان المطبخ اللبناني ومش خايفة أبداً من المنافسة وبتحب تكذر وين؟ بالأوتوستوب. أما جورج المفضل عند التيتا بده يتعلم منها أصول اللقمة الطيبة. الكوبل الثاني كارلا وباميلا. كارلا بتحب التحدي واليوم جاي تفرجي حماتها وردة قدي هي وبنتها شاطرين، وباميلا أكيد رح تجرب ما تخيب ظن الماما حتى وعلو على حساب التيتا. الكوبل الثالث رضوى وجمال. رضوى مديرة مدرسة بس واجباتها المهنية ما بتمنعها تحط على الطبخات لمساتها السحرية. أما جمال فهويته الضحك، وإذا ما طبخ منيح أمه رح تعطيه قصاص 100 سطر كل سطر بلون. وهيك مشاهدنا منبلش احنا وياكم مع الكوبل الأول بحلقتنا من أمي أقوى من أمك مع تيتا وردي وحفيدة جورج. تيتا وردي تمام؟ جورج كله تمام؟ أكيد بدنا نقول كمان مساء الخير للكوبلات يلي عم يحضرونا من السالو وعم بيتابعوا أنظارهم على تيتا وردي وجورج يلي هي كنتا كارلا وباميلا. بنقول لكم مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم، هاي. وأيضا الكوبل الثالث رضوى وابنها جمال، أهلا وسهلا. طبعا الكوبلات من جوا عم بترقبوها لوردي هلا ولجورج كيف عم يطبخوا لحتى لا تكونوا انتم احسن من هيك. نشيطين. وردي شو اخبارك يا وردي؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ وجودك. يا وردي يا وردي يا وردي. كيفك بالطبخ؟ بتجنن. يعني تيتا طبخاتها دائما طيبين صح؟ كل شيء. بس هلا جاي معك حفيدك جورج. مزبوط؟ نعم. انا حسب ما عرفت انه جورج هو الحفيد اكثر شيء محبب عندك. كله مثل بعضهم، ما بحب حدا. لا؟ لا يا وردي مشان ما يغاروا. بس جورج اكثر شيء. وردي كم ولد عندك؟ عندي 3 وعندي 12 حفيد. 12 حفيد ما شاء الله، عم ندق لها على الخشب الله يخلي لك اياه هون. قبل ما نكشف هون، تيتا وردي عندها هوايه كثير مميزه وقلتها انا خلال بدايه الحلقه، هي الاوتوستوب. شو قصه الاوتوستوب؟ استوب. بتروحي اوتوستوب؟ ايه دائما؟ على طول. ليه؟ طيب لما بتطلع بالباص لما بتاخذي سيرفيس يا خي عم بيصير لي شانس روح. اها قول لا. وبيطلعوكي دغري؟ اكيد. اكثر مره وقفتي على الطريق قد ايه؟ ولا شيء. وبتهديهم الورده كمان؟ اذا في بتطلعيها معك بتعطيهم اياها؟ على طول معي ورد. والله ما انت احلى ورده. ميرسي. اوكي، تحيه لاحلى ورده بحلقتنا اليوم. بدك تعطيه التعليمات بسرعه ليروح يجيب الاغراض بفتره دقيقه. اوكي، شو بده يطبخ لنا اليوم جورج لسته ورده تحت انظار المنافسين يلي هي كنتها اليوم، كنتها عم بتتابعها بشكل كثير قوي، واكيد رضوى وجمال. شو هي الطبخه تحت الغطاء السحري؟ شو بتوقعي؟ طب اعطيكي معلومه صغيره شو في بقلبها. اوكي، كانوا هيدي الطبخه يطبخوها على ايام الفراعنه. وكانت اكلته المفضله لهانيبال. هانيبال كان ياكل هذا منها
وشو كان ياكل بيتزا او لا كان يبعن ان شاء الله اها فهيدي هي الطبخه اللي بدنا نعملها اليوم هي من ايام الاغريق والفراعنه يمكن برغو ووصلت على البرازيل اخذها مغترب لبناني معه على الكيس وقت الهجره سنه 1658 شو بتقولي يا لوبي يا بامي اه يا لوبي يا بامي لنشوف 3 2 1 اوبا هلا بدك تعمل باميه يا ابو جريج وانا بعرف انه الصغار ما بحبوا كثير الباميه بتحب الباميه يلا يلا انا بعلمك اكره اكلي عندي لا هلا بدك تطبخها بما انه جايبه معي اول واحد مشو ياكل هلا طبعا بدنا ندوقها اكيد وبما انه انت جاي معك وردي حمراء نحن رح نقدم كمان هل باقة البقدونس لتعملوا كمان تبوله كمان يا وردي يا وردي مش رح تزبط معك اليوم القصه طيب وردي خبري اذا بدك تعملي الطبخه بالبيت هيدي الباميه بالزيت اوكي قد ايه بتاخذ معك وقت تقريبا بالبيت ربع ساعه والله سريعه طب اذا زدنا لها التبوله شو بتصير ربع ساعه ثانيه إيه؟ بصيروا لا نص ساعه ايه نحن رح نعطيكم 25 دقيقه لتعملون اثنيناتهم اوكي جورج 25 دقيقه اثنيناتهم على الهبه بتقلع على الدقيقه بذكرك معك دقيقه واحده بنقول له 3 2 1 هبا يلا بندورة 4 يلا بصل 2 طن 1 يلا جيب برغل بعد في عندك 30 ثانية زيت قلي يلا. زيت قلي عندك هونيك على الآخر ايه هيدا ايه جيب برغل من فوق للتبولة ملح جيب ملح يلا خلص بعد في شيء ناقص بعد في 10 ثواني جيب نصفين في شيء من البراد في شيء من البراد او لا رد اوكي نصفين نصفين للبقدونس انتهى الوقت ابو جريج انتهى الوقت خلينا نشوف شو جايب معه يلا منيح هيك خليه ما تزبط في شيء ناقص ولا لا حامض وبندوره للتبوله موجود بدنا مقليه للبامي طيب الحامض ليه ما قلتي له عن الحامض يجيبه عنا رب البندورة ناقصة في الكزبرة مش موجودة هودي هن بس يعني بتمروا مش مشكلة أوكي فإذا وردي بدي ذكرك إنه بعد 10 دقايق من بداية الطبخة فيك تكبسي وتفوت تساعدي لجورج بس الوقت بصير دوب أوكي معكم 25 دقيقة لتبلشوا بالطبخة جاهزين 3 2 1 بلشنا لنشوف يلا جورج بدي كل شو بدي يعني يلا جيب الحشي للبصل يلا يلا حط البصلة قصة بالنص يلا هاي ايه قصة اصحب قص ايدك اوعى ايدك يلا بلش عملها جواني يلا يلا تيتا يلا تشيل القشرة بدي احطهم بالطنجرة هاو اوكي اوكي تيتا يلا قصهم جواني حطهم بالطنجرة حط زيت على النار يلا قصهم جواني حط البصلات ايوه يلا يلا ايه ايه انت ليه تاخذ معك وقت البيمه بده يقليهم يعني انه بده وقت بده نص ساعه تقريبا ايه يلا جيب الثوم يلا قشر ايه كمان جوانح لا بقشر رح نطير اليوم اذا كمان بالجوانح يلا يلا هلا انا بضرب على الزمور وفوت لحد هلا ابو جريج عملنا احلى طبخه بصل وثوم ايه والله هيدا رح نتغدى اليوم شو رح يكون مبسوط منك الشيف انطوان بالاخر يلا قصة هلا مين مبسوط اكثر شيء كنتك ان شاء الله كيف علاقتك انت وكنتك يا حرام شو؟ ايه تطوليلي بتجنن يلا رش رشة ملح تتبل البصل جوجو يلا مش لازم يحركهم او شيء ولا بيحركهم بدك تحركهم يلا حركهم جوجو رح ساعدك شوي انا مع انه لا مش بهاي مش بهاي اه مش بهاي اوكي مزبوط هيدي يلا انا لازم اعملها هيدي اوكي ملح رشة ايه رشة يلا ايه اوكي بعد 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 عمره يطبخ بيعيط قد ايه عمرك جورج 18 سنة أول مرة تطبخ بعد 18 سنة؟ أول مرة إيلي بايت شي مرة؟ ولا شي ماشي أبداً؟ ولا شي مقشر تفاحة تفاحة بتقطع مقشر تفاحة؟ شو أنا أبو جريج هذا؟ مقشر تفاحة شاغل يعني بالمطبخ تفشهم إيه تفشهم تفشهم أوكي بلش هون أمع البيمة وحدة وحدة مثل ما قلت لك بده يقمع البيمة؟ بده يقمع البيمات بده يقمع البيمة؟ ويعمل يعني يعمل لهم هيك المفروض في شي منهم إيه فوق الزيح يلا فوق الزيح فوق الزيح مش على الزيح بتمخض يلا ايه ايه برافو يلا بس شوية حرك القلية كمان مش تنسى شو رأيك جوا كارلا شو الوضع شو عم بتشوفي لا الوضع عجبك الشغل او لا انا عجبك الشغل عجبني لا حرك القلية مش ضابطة القصة
عم تحترق شيء؟ ايه عم تحترق. كيف عم تحترق؟ فوت شوف. احترقت ولا عم تحترق؟ يلا اوكي قولي لي ستوب. حط حط حط. ايه يلا بس اوكي شو بحطهم هلا البنيات؟ ايه خلي يحطهم هلا. انا حاسس انه التيتا عبالها هي تطبخ. يلا بس هلا مهم حفيدك يطبخ. حطهم كلهم يلا. ايه غيره شو بيعمل هلا؟ عم تحترق القلي شيء؟ ايه تيتا كانه إيه؟ ريحة شويط. لا 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 خليني احترقه. شو ما عمل شيء. يلا ابتداء من هلا صار فيك تفوت تساعدي. كبست الكبسه اوكي. يلا ورده جابت رب البندوره ورده. بس هلا مش لصالحنا صارت الخبريه. احترقت؟ لا ما احترقت. ما مش انا بقرر هلا. لا لا. الشيف انطوان هو اللي بيقرر. برافو. ايوه شو بعمل انا يا تيتا؟ انا اوعى ما تفوت. لازم هي تفرم له البقدونسات بعتقد بهالوقت هي. بس بين الفرق. بس فاتت ورده. اوه مهمه صارت على فكره. عشا بصل. وردي انا بنصح هيك تطلعي ترجعي. يلا اطلعي وردي اطلعي. يا وردي يا وردي المسابقه انا جورج مش لانك. يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي قاعدي وردي عادي. جورج ارجع على البيت خد اوتوستوب. مش بتحبوا الاوتوستوب؟ شو غطيها هاي. انا ما فيني بس كرمال وردي بنغطيها. ها هلا بدي طبعا وردي انا لمصلحتك بدي اياكي تطلعي ترجعي لهوني. اتركيه يشتغل. يلا اوكي قربي لعلك قربي. خلي السكين هون. خلص امشي يا وردي. ايك بصير ليرجع الوقت طبيعي. حطهم اوكي حطهم فوق هون. يلا يا جوجو يا جوجو ماشي حاله. جوجو تمام. خليني انا اترككم نفوت على السالون شوف مع المنافسين كيف الوضع. شو يا كارلا؟ كارلا وباميلا. كارلا عم بتتابعي؟ الوضع تمام. كارلا قاعده اجر فوق اجر بتاعها على وضعها. ايه مبسوطه حاسه انه يعني عم بتقربي انت على الفوز. هلا ممكن في منافسين كمان حدنا بدنا نشوف. وباميلا مرتاحه على الوضع. وباميلا كثير هلا باميلا عم تضحك على جوجو. هلا بنشوف هي شو بدها تعمل. الله يستر. هيدا اللي عم نقوله. رضوى شو راضيه يا رضوى؟ لا انا رضيانه بس بشغلي انه تطلع بس التبوله تناكلها. ايه ما طلعت التبوله انا لانه شكلها يا رضوى التبوله. ما راح تاكل التبوله. ايه شكلها التبوله. جمال بتحب التبوله؟ هلا بدنا ندوقها. ما في ما هو عم قلك انا رح اكل. شو رح ندوق اليوم؟ ماكسيموم بصل وثوم. هيدا اللي شايفه. اوكي هيدا المطلوب. شو يلا يا ورده رح نرجع لعند ورده لنشوف شو عم بصير معهم. ايه زغرهم ايه ايه خليهم بالطول بالطول. ليك هلا انا عم بضحك على جوج بس انتبه ما تعمل انت مثله. هلا يضحك علي. ايوه رشه ملح. الله برو ايه ضبطت الطبخه. انا برايي بلشوا صبوا الصحون. خلص انتهى الوقت بلشوا صبوا الصحون. شو ما كان يلا جبلت التبولة. ما حدا جبل حدا تبولة. بدك تحط لها حامض وزيت. يلا هلا حط. لا وبامي رح ناكل. بامي رح ناكل. اوكي هيك لك. بعد في دقيقة. يا جو جو يا جو جو يا جو جو. ايه جو جو اسرع اسرع. جو يا جو جو. حط بهيدا الصحن. الطرطشة ماشي كمان. اوكي مهم يطلع لنا ثلاث صحون. 40 ثانية 48 ثانية. ايه ابو جراج ايه ابو جراج. يلا هو الصحن الثالث. يلا اوكي هذا الصحن اللي حساعدك فيها كمان. اوكي في صحن احلى واحد لازم ترتبوه منشان الشيف انطوان. وهيدا الصحن الثالث والاخير. هيك الزرزبة نص دقيقة. يلا بس وتبولة. ما يلا اوكي هذا الصحن الثالث. اهتم بشي تاني. عجل التبولة فيك تعمل لهم شي؟ بتلحق تعمل شي بالتبولة؟ حط حامض وزيت. يلا يلا على السريع. بعد في عندك 12 ثانية. حطهم كلهم. اجبلهم اجبلهم اخفيهم اخفيهم. ثلاثة اثنين. لوين رايح؟ لوين رايح؟ هيدا اللي طلع معنا من بعد 30 دقيقة. شوفوا شو طلع. شوفوا ابداعه لجورج.
طيب هلا اي صحن بتكون تنقوله شيف انطوان ارتب صحن يعني انا شايفهم ثلاثتهم كثير مرتبين هلا بس معي هاو بتاخذيهم معك اكيد هلا بس بدنا ندوقهم لانه بجننوا هيدا الصحن شيف ايه بجننوا لانه عامله جورج بجننوا اوكي فاذا هذا الصحن رح يكون لشيف انطوان ايه اوكي بنغطيه بالغطا السحري ها وعندنا التبوله على جنب وهودي ابو جريج بدنا اياك تضيفهم لمرت خالك صح مرت خالي مرت خالك ولا رضوى ما بدهم دخيلكم لا لا دخيلكم انتوا الخسران على فكره هي العمليه بتخوف فعلا انا حتى ما بعرف لا بندوق تفضل فازن هذا الصحن رح يكون لشيف انطوان إيه؟ وهودي ابو جريج بدنا اياك تضيفهم لمرت خالك صح بدهم شو مرت خالك مرت خالك ولا رضوى ما بدهم دخيلكم لا لا دخيلكم انتوا الخسران هي العمليه بتخوف فعلا بلا بلا من مندوقه تفضل الله 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 وقعوا يا وقع؟ ايه وقعوا اياهم لك شو بيشو وقعوا صحون وقعوا؟ ابو جريج بيوقع صحون على حماسه جورج انا رحت لجيب له شو اوه لحظه لحظه خليها كيف وقعت جورج؟ اذا بتحبوا تدوقوا لا ما هيدي قد بحبيني دوقوا اذا بتحبوا تدوقوا جورج بدي ارجع عزبك الحمد لله على السلامه صار لك شيء ولا مش الحال؟ اوكي وقفه هودي رح خليكم اياه هون هيدي بتصور بتصور على الارجح يا جماعه هيدي صيبه عين صابوك بالعين لانه عملت طبخه كثير طيبه هي مرت خالي هي مرت خالك صابتك بالعين صح شو هنعمل رح نصب بعد صحن ما تبقى من الطبخه منيحه اهم شيء الاجرين اوكي بزياده بزياده هلا جورج تمسك لي ايدي وبتحمل الصحنين ومفوت هلا شو هيك بتمسك لا لا المره ايدك كلها بيبي لا كلها ماي كلها ماي هيك بتمسك الصحن I'm very sorry انه رح ترجعوا تاكلوا مره ثانيه اوكي هي دوقة هي لنشوف كارلا هي انت طيبه ها عجبتها رضوى كثير طيبه ما بتشكي من شيء ما بدها شيء ابدا اه بدها كل شيء بدها كل شيء لا ما بدها شيء خلص كثير طيبه فاذا هيدي هي الطبخه اللي طبختها طبعا تيتا ورده مع حفيده جورج وهلا طبعا رح نروح على التيستينج مع صحن الشيف انطوان من بعد ما شفنا تيتا ورده وحفيده جورج بهالطبخه يلي طبخوها البيمي بالزيت والتبوله صار وقت هلا الخبير الشيف انطوان يعطينا النتيجه النهائيه لجورج وطبخته مع التيتا ورده 3 2 1 اوبا اول شيء البرزنتاسيون كيف بتلاقيها انسكب عادي ما في برزنتاسيون اوكي انسكب بس منه عاطل لانه ما استوى مزبوط ضلت الالوان على طبيعتها صح وقت بتضل الالوان على طبيعتها هي بتعطي جمال للصوره بس للطعمه ما إلها جمال اه عاده اذا الصحن مثلا هيك لونه احمر واخضر الالوان حلوه معناتها بالاكل مش كتير شوي هيدي بالنظر هاي بالنظر هلا بدنا ندوق تفضل هلا بندوق ندوق معك اكيد تفضل الله يستر الباميه نيه اوكي باينه ومش مختره مزبوط الصوص مثل الخياره مثل الخياره بعد خرج صحن دعي هلا نحن طلبنا منهم كمان يعملوا تبوله هاي التبولة اللي طلعت مع جورج كمان بدنا ندوقها رح اسكب لك انا كتفة صغيرة بس ريحتها عن جد حلوة هي انت صابتها التبولة استعملوا زيت الزيتون نظيف صح العصير الحامض طازة وفريش يلي اهلا وسهلا بالشيف انطوان اهلا وسهلا ببيتك اهلا وسهلا ببيتك بس اول شيء قبل ما بدك خسم ولا ملفوف شو بتحبها مع خسم ولا ملفوف اثنين طيبين وفي ورقة تكلم عينك ولو اهلا وسهلا الشيف انطوان عنا ها واثنين طيبين كثير مهمة انه تستعمل هي الملفوفة كلمة مثل ما هي كلمة البرغل ما فيها
طلع فيها بس ايه ناقص شيء بحز اذا بتلاقي حبه مرغل بدي اعطيك $1000 قلت لنبي هيدي مرغله ما في مش هيدي لا مش مرغله مش اوكي بندوق عشان هيك بندوق يلا الله يستر شو بدنا نعمل لا مش كل شيء طازه كل شيء طازه منيحة كنكها ايه طيبة طيبة مثل ما قلت لك استعملوا زيت الزيتون اللي هو طيب وعصير الحامض طيب يعني النتيجة منيحة ولا ما كثير منيحة؟ هلا إذا بدك تاكل بامية ما في تبولة بيمشي الحال تبولة طلعت التبولة في تبولة بس البامية طلعت هلا ما يعني وردة وحفيدة جورج هيك أعطونا شوية بهارات للأكل بعدنا مخورين أنا والشيف أقوان ايه التوابل القليلة أعطونا التوابل القليلة هلا رح نشوف كنتها يعني وردي حماتها رح نشوف كنتها كارلا مع بنتها باميلا يلي انتقدوهم كتير وانبسطوا انه فشلوا بالطبخ شو بدهم يعملوا كارلا وباميلا بنقول لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا اليوم الحماسية من امي اقوى من امك مع كوب الجديد انما هالكوب هلأ هي كنتها لورد اللي شفناها قبل الإعلان وبنتها أكيد باميلا كارلا وباميلا أهلا وسهلا فيكم يا كارلا يا كارلا يا كارلا حدا بيتحدى حماته إنه أنا إنه شو صاير عليك لا أول شيء خبرينا كيف علاقتك بحماتك كتير منيحة لا عن جد هلا على الكاميرا عم بيشوفوك بس قولي لي عجبك لا والله كتير 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 منيحة كتير منيحة حبها كتير ومين بيطبخ أحسن أنا آه. هلا انا شو يا وردة قبل هي شو يا وردة هلا شفتيها عم تطبخ كيف كان رضاك عليها انه دون الوسط دون الوسط اوكي هلا باميلا اللي عجبني فيها لباميلا انه كانت عم تضحك علي لجورج انه كيف انه شو طلع هالاكل بالمره مش منيح وكذا شو هلا معك رح ناكل اليوم ولا أوبا. ما شو ان شاء الله خير ان شاء الله خير باميلا قد ايه عمرك 23 وشو بتعملي بتعلم وبشتغل اها شو بتتعلم وشو بتشتغلي بتعلم بالايزاك اتش ار جمعتي هيدي عن جد أيوة. اوكي وبشتغل سيلز بس اسبيع طبخت شي مره بحياتك او لا لا كم مره فيتي على المطبخ لتساعدي امك ما يمكن شي ما مره كمان ما كارلا من زمان كان يقولوا الصبية وقت بدها تتجوز لازم تكون ست بيت بتعرف تطبخ كان أهم شيء عند الرجال أن تكون مرته تطبخ هاي من زمان هاي من زمان هلأ شو هنعمل باميلا إذا بدها تكمل هيك شو الموضوع هلأ على الفاست فود كله هلأ دليفري ما عنده مشكلة الرجال بتجيب طباخ إذا إجا اللي بتحبيه حبيتيه كتير وبده يتجوز بس قال لك شرط الأساسي أنه يكون طبخك منيح بنفوت أنا وياه نتعلم طبخ مش مشكلة ما عندك مشكلة لا روى طب كتير منيح يتعذب معك شو بقى تعمل كارلا وباميلا عم يتحدوا عم تتحدي التيتا شو بدي انا كنت عم اقول لك انا عم تحدي يعني حماتك بس انت عم تتحدي التيتا اكل مين اطيب التيتا ولا الماما عن جد هلا بدون مجاملات بعرف انه هلا انت مع امك بس اكل مين اطيب ليك جورج من جوا جورج انت جورج طبخاتك على فكره بطني بلش وجعني معقول العلاقه بالاكل اكلاتك اللي اكلناهم يلا هذا بيعرف ممكن اكلات مين اطيب هلا كطبخ وهيك الماما بس كطبول التيتا قسمتيها عطيتي يعني هيك وهيك اوكي لنشوف هلا كيف راح تكون طبختك يا باميلا بارشادات الوالدي اوكي الطبخه او المكون الملك المكون الكينج الموجود هون هو على اساسه راح نعمل الطبخه اوكي جاهزه باميلا لا اوكي جاهزه كارلا شو هي الطبخه ان شاء الله بتكون صعبه كثير عليك ان شاء الله خير شو هو المكون الملك المكون الكينج لطبخه كارلا وباميلا 3 2 1 اوبا كبة لبنية لبنية هيدي هي الكبة وهيدا هو اللبن مهمتك صعبة كتير بدك تقرصك باب هلا هي تقرص لا هلا الدور المهمة مهمتك فركزوا كتير منيح على الوقت على المكونات ما تنسوا أي شيء بهالدقيقة اللي بدنا نعطيكم إياها بالبداية أوكي. اوكي معكم دقيقه لتجيبوا البضاعه كلها من لكم 3 2 1 هوبا بلشنا لحمه باميلا باثنين كبه وزبده بعد في لحمه مفرومه بسرعه باميلا باميلا خلص يلا روحوا لهونيك بسرعه لبن 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 صار مالي 18 ثانيه ملح وبهار يلا باميلا وبهار بهار حلو بصل بصل من تحت بهار حلو ايه بهار حلو بهار حلو ايه يا باميلا نعنع يابس باميلا نعنع يابس شيان نعنع يابس نعنع يابس
ايوه شو بعد في اشياء مهمه بس نعنع اليابس والزيت والزيت زيت القلي زيت القلي ورز رز باميلا نسينا الرز وين الرز رز 3 ثواني الرزات اهم رز شيء بدنا ناكل كبه لبنيه بالرز رز عادي باميلا رز تفضلي باميلا خلص انا بجيبه ما بعرف انا قلت لكم من الاول بدنا ناكل كبه بلبنيه يعني فيها رز هلا انا معلم في وقت للرز ايه قد ايه بده وقت للرز ليستوي على النار ايه ما بيأثر ما بده كثير اوكي جبت البرغل؟ لا مش جبت البرغل شو في اشياء ناقصة عادة الكبة حسب ما بعرف انا بالطبخ انه ما بحطوا لها برغل بلا اه شو يا كارلا؟ كنت هذيك الساعة عم تضحكوا على جورج وعلى حماتك ايه مظبوط وين البرغل؟ طيب شو بعد في اشياء ناقصة؟ عندنا البرغل ناقص رز والرز الرز يلي هو المكون الاساسي كمان اليوم كمان مش موجود فاذا شغلتين بتصور على 10 دقائق فيك تفوت تجيبيهم وتمشي الحال اوكي؟ بترك هون الاخر شو كارلا؟ انا بنجرب كبه بلا برغل بنجرب لا هيك الساعة طلع معنا تبولة بلا برغل والشيف اطول هلا التبولة بتقطع بلا برغل اذا بتلاقي برغلة بربح $1000 منه ما لقيت هلا التبولة بتقطع وهلا كمان مش حاربح شكلي فلا بنشوف يا باميلا قررنا نعطيكم 35 دقيقة مناسب سمنة مناسب زيت 35 دقيقة معكم لتعملوا الطبخة أكيد بعد 10 دقايق بتكبسي على البزر بصير فيكي تفوتي تساعديها لباميلا أوكي. وكل ما بتفوتي بيكون الوقت عم بصير دوب جاهزين؟ جاهزين كارلا جاهزة؟ أوكي وباميلا جاهزة؟ على الهوبا بتبلشوا أوكي؟ بنقول لهم لباميلا ولكارلا 3-2-1 هوبا بلشت يلا باميلا خشبة 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 بلشي بالبصل والمقلية ايه يلا فرمي فرمي البصله بسرعه خدي البصله يلا هلا خدي عدموع هلا باميلا يلا بسرعه باميلا بسرعه بدك تلبسي الكفوف بدك تلبسي الكفوف لا نحن ايديك الكفوف الحديد لا اوكي من شان القص يلا باميلا شو بدك تقصهم جوانح ولا شو؟ لا بدك تفرميهم ناعمين من فوق ومن تحت يلا قصها بصل شيل قبل مره لا ولا بصر. مره باميلا شيل القشره بسرعه ايه قد ما شلت برافو ايه جيل دليفري شو بدك شيلي باميلا ايه يلا لا واليوم طبخة أكيد رح ناكل هيك حاسس شيل الزبالة القشر لورق إيه يلا بلش فرمي يلا بسرعة شو بتحب أكتر شيء أكل يعني أنت واحد اثنين أنا كطبخ بأكل أربعة يلا يلا قصي بسطت فيها بس ما بعرف أعملها يلا هلا منيح في العوينات من شان الدموع إيه ميه هيك بغطوا شوي على فكرة جورج يلا برمية هلا ولا طبعا نزلت له ولا شيء يعني كل شيء قص بصل ما بكي إلا وقت الوقع يلا 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 قصي قصي نعم إيه إيه مقلي مقلي باميلا بقلي من هون مقلي اوكي حدي جرن الثوم جيبي جرن الثوم معك الكبيرة ولا الصغيرة الوسط الوسط جيبيهم اثنيناتهم يلا يلا ولع الغاز بسرعة بسرعة اي واحد ولع ايه هاي هاي بدك تولعيهم كلهم ايه ايه ولع يلا حطي شوية زيت قلي باميلا زيت هون هون اي واحد هيدا القلي ايه ايه يلا حطي شوي ما تكتري شوية صنوبر اول شيء بس انف شوية صنوبر رش 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 يلا بسرعة بسرعة وتركيهم صورة. مفتوحين حطي حطي ايه انف يلا حطي حطي البصلة حطي البصلة ايه هولي البصلة يلا تيتا وردة عم بتشوفي هلا بنت ابنك اوكي وكنتك عم يعملوا انت اذا بدك تعملي الكبة كيف بتبلشي؟ بتبلشي مثلها بالصنوبر وهيك؟ البصلة رشة ملح تتبل البصلة برا نقعت البرغل شيء ما جابت البرغل ايه بتعمل لحمة بس ايه هلا مش عارف بس تفوت بدها تجيب البرغل او رح ناكل كبة بلا برغل شو بدنا نعمل لوين ما تعصب بدها تقوم رضوى بطرابلس عرفت انه انت من طرابلس على روسي اهلا وسهلا فيك رضوى كيف بيعملوها الكبة بطرابلس لا دغري بدنا نقع البرغل اول شيء اول شيء البرغل أول يعني اول شيء بلشوا بغلطة ايه ايه طبعا يعني بلشنا بغلطة ايه لانه ما بدك تكسب وقت بدها تكسب وقت انه تتنقع تتعركها بدها وقت بتحسي انت لو محلك انت اول شيء طلبت البرغل دغري دغري غسلت البرغل ونقعته اتجهت على اللبن حطيته على النار بهيدا الوقت بكون انا عم بعمل التابلة تبعت الكبة شو رايك انه حيحفظ هون الموضوع مظبوط هلا بنشوف شو طبختي ومنقرر على الهواء ان شاء الله يا رب جمال انت شو؟ لا هلا معنويات جايبين؟ هلا شوف هلا بنشوف اوكي بيض مسلوق شو صار عندنا كارلا هلا وباميلا؟ شو قالت عن التابلة؟ ومدخلة لانقاذ الوضع من الشيف اطوان زفرة شيف اطوان شيف اطوان شو الوضع؟ يعني جاي انت وقت بفوت الشيف اطوان بيكون الوضع مش كتير يعني غير مستتب مش غير مستتب شو بدك تعمل لهم؟ شو القصة؟ اول شيء شو عم تسوي كبيب بالصينية؟ لا الحشوة للكبة بلبنية ما بدها حشوة علميا ما بدها حشوة هلا بتمشي يا بيمشي بس ساعتها ممنوع نحطها بقلب اللبن
بدك تنتبه لهالشيء عشان اذا فقشت وحده كل اللبن صار لونه على لون اللحم والبصل والبهارات. بس انا بعملها ما بتفقش ولا وحده لانه بقلي الكبه برجع. طيب هلا بنشوف. اهم شيء الرز بعد شوي بتشتغل. ايه الرز بعده رح ناكل كبه بلبنيه وشكله اليوم الرز ما بنحضر لك هيدي يعني. بامل حطي له حطي له رشه ملح. بامل بتلعب شيء موسيقى درامز وما درامز وكذا. لا بامل جيتار بدق منيح. يعني شيف أطوان عم بجرب ينقذ الموضوع حاسس في أغلاط عم تصير. يلا مش هالحال. شكرا شيف أطوان. مرسي له مرسي. مرسي شيف أطوان. مرسي. أوا أوا. مرسي شيف أطوان. ما تطرقي على الزمور وفوتي عند بنتك يلا. كارلا صار فيك تفوتي هلا اوكي فيها. صار الوقت سامح انه تفوتي وتساعدي وتنقذي باميلا وقت اللي بدك تكبسي على البزر وبتفوتي اوكي بس الوقت بصير فوتي جيبي فوتي جيبي رز والهيدا ما بدك تفوت اوكي وبتفوت يلا كارلا. يا كارلا كارلا جابت الرزات مع البرغون عود القشة الناقصة هلا بدنا نرجع ناكل الرز مظبوط هلا بذكرك انه الوقت عم يمرق صار دوب ايوه وهيدا البرغل شنق حاله ابدا هيدا البرغل شنق حاله الرز ما بدك تنقعيه هلا بنقعه ماما انا شوي يلا بس نعمل الكبه اول شيء بس شكل اليوم نص رح تكون اخر مره رح اكل كبه بلبنيه ورز هالقد هيك شكلها هيدي اذا طلعت كثير باميلا كثير كبه بلبنيه ورز يمكن تطلع بس هيدي بس كيف بدنا نسكرها هاي ما هيك بتنعمل الكبة كلها غلط كلها غلط كلها غلط جبت طنجرة يا حي حدك ايه بدك تحطي فيها شوية زيت او لا هاي قلي ايه زيت قلي بتحطي رح تحطوا كله ايه بس يلا بكفي بس مش كتار الزيتين بدها تقلي الكبة فيها بدها تقلي الكبة ايه اي ثينك ايه وقفيها افتحي شوفي باميلا تنشوف ايه دقريهم تشبه الكبة اوكي حطيهم بالجات وينو الجات وحطيت البرغل فيهم؟ ايه حطيت أوكي. برغل وملح وكل شيء وين الجات هونيك هونيك اعتبري عملتها كل قد ايه بدها وقت بالشو اسمه؟ قلي كل شيء يعني قد ايه بدها وقت هي تتنقلها هي اصلا ما بتخلصها بساعة ساعة بس تطلع طيبة بس هلا هي المهم التبلة تكون مظبوطة تنجح 45 دقيقة بدها 45 دقيقة بس ما نغلى اللبن اسرع يا باميلا يلا بلشي باميلا اعملي كبة كيف؟ رون رو ما زال بلا رورو ماكارو على ديني على ميزو رورو ماكارو حطي ايدك بقلبها ما مفوتة كارلا ايه يا كارلا ايه اسرع باميلا اللبن عملي اللبن باميلا فاصلة عندها اوبيلوس تعد باميلا بوقت عم يمشي دوب بذكر كارلا وين شو بدك اعمل اللبن هيدا اللبن 16 دقيقة ليكون كل شيء جاهز الصحون مرتبة وين اللبن مسكوبة بشكل كثير منيح البريزنتاسيون تمام هون هون يا حي الشيف أطوان بده يكشف على الموضوع ويعطي النتيجة بين الكنة وحماتها اليوم حطيت اللبن بتحطي قدهم مي قدهم مي؟ مش هو عارفنا قد ايه قدهم انا قد اللي العلبة الله هيدي حطي هيدا مي كارلا ما تنسي انه ما دامك موجوده بالمطبخ ما دام الوقت عم يمشي دوب بعد معكم 15 دقيقه الوقت عم يمشي بسرعه الحياه عم تمرق والكبه بعد ما خلصت ايه سريعه يلا باميلا حطي اعملي شويه هيدا جيبي حطي ملعقتين نشا انه ما رح تزبط هيك يلا ليش طلعت هيك باميلا منيح انه كمان رياضيه عم بتساعد بالعمليه اليوم كبة بلبنية ورز هيدا اللي بدنا ناكله اليوم حطيهم على النار باميلا دخلك الرزات شو عملتوا فيهم؟ نقعتهم نقعتهم هلا بس تحط هيدا اللبن دغري بتحط الرز هلا عم بتحط الرز اوكي يلا كارلا شو بدك اعمل؟ اوكي بترجع لمحلها بس بدك تكبسي اوكي بيرجع الوقت طبيعي باميلا اللبن بدك تحركيه على فرد برمي ما بتبرمي هيك وهيك ليه شو بصير اذا؟ شيلي شوي من الرز ليه عم بتقلي هيك على فرد برمي لانه بينتزع اللبن بيكسر هون الرز شيلي كمش بايدك حطيهم ما بعرف هاي المعلومه اذا مزبوطه اذا برمتهم هيك بيفسد لبن لا الماما كانت تقول هيك بيفسد انا بسال الشيف انطوان ما بعرف هيدا نقليها نقليها حط ما هذا خلينا مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا كارلا وباميلا والعانه عندهم تحت مراقبه حماتها لكارلا وستها لباميلا
شو رح يطلع معنا بعد البريك؟ هل رح يطلع كبب لبنية ورز ولا كبب لبنية والرز؟ ما بعد البريك. مشاهدينا الوضع حميان كثير بالاستوديو خلال البريك. باميلا هي وعم تطبخ مع كارلا حرقت شوي ايدها فوق النار بس خففنا النار. هيدي هون حطيهم فوق كارلا. الرزات وين؟ بقلب ال بقلب اللبان. اوكي بعدك عم تخطلي على الوحده؟ ايه هي الوحده ما تنسوا. ايه لا بظن بس الكبه مش شايفها كثير كبه انا. ايه هلا شو كارلا شو ماما؟ انه ما بعرف انا وشلنا اياها. هلا اذا انا مشيت لك اياها الشيف ما بشيل لك اياها. شوفي لي باميلا الكبه بليز. هلا المهم الطعمه. المهم الطعمه. هلا بندوق وبنشوف. منيح. اوكي اتس انا بحطيهم هون. خلصنا الكبه. شوفي اللبن وين صاروا. طفي هون. ايه طفي. اوكي احركي اللبن بام. عم بيغلوا بلش يعملوا بالونات. ايه شوي. لا هي طيبه باللبن كيف ما كان بيتاكل. اه ايه بس محل الرز قسيته ني بقلب. ايه هلا شو؟ يلا صبي. بس ما في احملها لانه لا ما تحمليها. هون شو صار؟ ماشي هلا انا حطيته. عم تقلي الملعقه. قررت تقلي الخشب. هي قالت لي عملت خطوه جديده. بدها تقلي الخشب. شو لكم معه؟ بدي اقليها يا اخي. اوكي. سوري. شو هالبريزنتاسيون؟ هلا لا بقى ما خلصنا. اه دخلك الرزات وين؟ لا ما هي هيك بتكون هلا بعد شوي بس شيف انطوان بطبخه ورده قال لي اذا بتلاقي برغله بتاخذ $1000. بدي اقول له اذا بتلاقي رزايه يعني $10. يلا باميلا يلا يلا باميلا شي بشهي. شو باميلا اللي ما قاله فيها ما يجرب كيف بلبنيه على طول حس بشحى كلها. انا حس انا لازم ذوق انا والشيف انطوان بس شكلنا الله يستر. ايه حطي له باميلا شوية نعنع. هيك ححط. هلا الزينه وقت الزينه. هلا شو عزيني ولا شاطرة هي عم تعمل ديكوراسيون؟ لا خلص هلا شف انطوان. وهودي الصحون الثلاثة. اوكي بعد في معنا 10 ثواني. هيدا خلص 10 ثواني. 9 8 7 6 1 وانت هالوقت باميلا. برافو باميلا. كارلا كمان برافو كارلا. بس ما بعرف قد ايه الوضع رح يكون. يعني انا اذا رايح اتغدى عند حدا ايه ويقولوا لي عزمينك على كبه بلبنيه ورز ايه وعتنزع ديكوراسيون. طيب انت كارلا معزومه وقدموا لك هيك صحن. مهم الطعمه. هلا اي واحد بيناتهم رح تقدموه للشيف انطوان؟ اوه على اساس هيدا يعني واو مش معقول شو هال انه هيدا ما تلتتهم مش مع بعض ولا شيء. فاذا هيدا رح يكون للشيف انطوان. اوكي هلا باميلا بدي عزبك صحن لستك. اوكي بلاها وصحن لرضوى. يا هلا رح تشوف رضوى وستة لباميلا. يلا شو ورده شو بس اه بتجنن. هيدي بتجنن. هيدي مش بتجنن هيدي بتجنن حرام. هلا ورده ما فينا كثير ناخد برايها لانه ستة لباميلا بالنهايه صح. عم جد ايه بس انت كمان عم تتنفسي ما فيك تقولي واو وتقول هي منافستك. هلا منافستك رضوى شو؟ انا ما فيني اقول عنها انه عاطله. اه بس في شيء منه مستوي. اوكي وزي شغله ثانيه يمكن طريقتهم غير طريقتهم. طيب وجمال كتب؟ ما بقدر صايم قلت لك صايم. ايه بدك ذوقها ولا بدك تعطيك اياها؟ لا لا هيك اوكي انتبه ما تطير علي. شو رايكم بتكنيك التقريص تبع الكبده كيف لقيتيه؟ مرصين منيح ايه؟ ما انا بزعلي ما انت تعلق علي منيح. ايه عجبني انا هيدا التكنيك التقريص تبع الكبده شيء كثير حلو. هلا هيدا كله ما بينفع. اللي بده ينفع هلا قرار خبير بالطبخ خبير بالطعمه خبير بالاشياء الناقصه الشيف انطوان شو راح يقول عن طبخه كارلا وباميلا؟ نشوف سوا. وهلا مشاهدينا بنكون وصلنا للتيستينج للحظة الحسم مع الشيف انطوان على طبخة كارلا وباميلا. شيف انطوان لنشوف النتيجة.
يلا بالبرزنتاسيون وبالطعمة وإذا مسلوقة منيح ولا مش مسلوقة منيح. 3 2 1 أوبا. شو طلع معه؟ شو الوضع؟ لا اصلا انا من وعم بتسرعني كارلا انه في رز ولا رزات. هاي شوربه مش هيك؟ شوربه سوب. لا ما خصها. هيدي غير قابله لل حتى للعرض. للعرض ما فينا. شو بدك تذوق؟ اول شيء خلينا نبش على الرزات يلي هلكت عن جد. وين الرزات؟ عن جد كارلا وين اختفوا؟ تبخروا. بس مرزتهم منيح. بطون شو بيصبوا بطوني؟ ها هون بطوني. أيوة ليك ليك بكون سترجي. يلا آفئة يلا شباب خليني بحيالي. في عنا مشاهدين ما لعلمهم. طيب بس ياك يحدوق شوي. أنا لا بقى مش حدوق الكبة؟ الكبة مبينة. لا شباب بطوني مش حدوق مش حدوق مبين الكبة. شو عم بتخاطر فيي؟ أنا فيني ما دوق. طيب أنت بدك تحكم. أنا عم دوق معك. عم سيرك. عم سيرني أنا يعني. عم سيرك شباب بطوني. طيب عم رافقك على الجنة. يلا تشيرز تشيرز. هلا انا بدي اديك. انا بقول مرات مثلا كبه ايه الرز ما ما هيدي كبه بلبنيه ورز ما كلها ما. هلا نحن اول شيء بنشكرهم كارلا وباميلا. كتر خيرهم. وباميلا مش بحياتها مش فاتي على المطبخ. تاني شيء كترت كتير مي وقت المي عجبتني الطريقة يلي شقشقت فيها. شقشقت حلوة هيدي يعني غسلت فيها الوقت اللي كان فيها لبن يعني اللبنات الموجودين نزلوا فيها. بس بتحط قليل ونشا بده يكون أكتر والرز فيه نسويه لوحده نايتهم صح. أوكي. فينا نحطه معه. فإذا ألف شكر لباميلا وكارلا على هالطبخة المميزة. بس هلأ بدنا نشوف قديه رح يكون راضي الشيف أنطوان على طبخة رضوى. رضوى السيدة اللي جاي من طرابلس اللي أعطت ملاحظات كتير مش عجبها شغل حدا وبتقول إنه هي الطباخة الماهرة. شو رح تعمل رضوى وجمال؟ كملين نحن وياكم مشاهدينا مع الكوبل الثالث. كوبل رضوى وجمال. رضوى هلكتنا بحلقة اليوم. امك هلكتنا مش راضي عن حدا. طبخاتهم كلهم مش ضابطة. انت قدي راضي عن طبخاتها لرضوى؟ 100% ما في ابدا. طبخها قوية ابدا ما في حكي. رضوى اهلا وسهلا فيك. انتو الكوبل الثالث. اوكي رضوى من طرابلس صح؟ اكيد. على روسي اهلا وسهلا فيك يا رضوى. تحياتنا لكل المشاهدين بطرابلس. خبرينا رضوى كان عمرها 35 سنة وقت اللي صارت تيتا. صحيح. بسم الله عليك. كم ولد عندك؟ 5. 5 بنات وصبيان. وكم حفيد عندك؟ 2. اها. بنت طيب. وصبي. كيف علاقتك انت وجمال؟ مثل خيي. ورفيقي. مضبوط وجمال كمان. اكثر وقت رفيقي. هلا احنا قلنا انه كان عمرها 35 سنة وقت اللي صارت تيتا. بس مش من زمان من كم شهر صرتوا يعني. هيك شيء يعني انه حتى عم ظبطها. ايه مضبوط. اكيد اكيد. اوكي شو بحب اكثر شيء طبخات؟ جمال ما بيحب الطبخ ابدا. ما بحب الطبخ؟ شو ابدا ابدا. جمال؟ ابدا. بيقولوا ما اعز من الولد الا ولد الولد. صحيح. قد ايه علاقتك باحفادك منيحه؟ انا بحبهم كثير. اكيد اكيد. بس هم ما بيثقوني ابدا. ان شاء الله ليه؟ يعني بس يعرفوا جايين عند ستون. ولويل ليه؟ حكم عسكري لان ممنوع. كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع. بسيروني هن ما انا بسيرهم. تيتا بتسمحي لنا كذا؟ لا كله لا كله لا. بعثوا لك تيتا او رضوى؟ لا تيتا بعثوا. تيتا بعثوا لي. طيب بتشتغلي شيء؟ بس انا ما بحب تيتا. ما بتحب تيتا؟ قولوا لهم عيطوا لي ردوده. ردوده؟ ايوه ردوده. زقفي لردوده. عن جد ولادك بعثوا لك ردوده؟ كلهم ردوده. وزوجي ردوده. جوزك بعث لك؟ هلا جوزك بعث لك ردوده على راسي وعيني؟ لا كله دائما ولا باوقات معينه؟ لا على طول ممنوع. بتشتغلي شيء او لا؟ ايه. شو بتشتغلي؟ مديره مدرسه. مديره مدرسه. انا واختي المدرسه. هياها بحبوها. هياها احفادك ما بحبوك. بتمشي. طب هلا اذا ما طبخ منيح 100 سطر كل سطر بلون ولا بالزاويه؟ اكثر يعني كمان. انا بعصب كثير. عرفت كيف؟ انه ممنوع الغلط.
طيب لنشوف هلا قد ايه رح يكون شاطر بالطبخ ان شاء الله. اوكي يلا. هلا معروف طبعا طرابلس واهل طرابلس بالطبخات المميزه، السمك الحره ايه. الكبه الطرابلسيه. هلا انت شو افضل طبخات تطبخيها للعائله؟ منسف، كبه مشويه، سمك بطحينه، شو اكله طرابلسيه؟ لوخيه، معروف مشهورين لوخيه طرابلسيه. ايه. لنشوف شو هو المكون الكينج. اوكي شو هو المكون الملك يلي من خلاله رح نعمل الطبخه؟ هل هي منسف؟ هل هي كبة طرابلسية؟ هل هي سمكة حرة؟ ايه؟ هل هي املو؟ خية الله املو خية صح؟ بتحب الملوخية؟ انت ما بتاكل؟ ما نجرب. ما بتاكل ابدا طبخ؟ مش قليل. هلا بس بدك تطبخ لنا شيء؟ طيب. رضوى بذكرك وبذكر المشاهدين انه في معكم دقيقة بالبداية لتعطي المكونات الجيبة. جاهزين؟ على الهبة ونبلش. من قلو لشمال ومن قلو لرضوى. ثلاثة الرز والشعيرية. اثنين واحد. هبة جمال الدجاج. بلشنا الدجاج والسمن زبدة. اوكي حط الدجاجات بسرعة. زيت القلي فوق 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 فوق. خليك تسلم فوق القرفة. رز رز وشعيرية بسرعة. اخذ الملح اخذ الملح ملح 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 جمال 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 الملوخية بده يعبي جمال جمال بده ياخذ البوكس ليعبي الملوخية. يلا اسرع اسرع اسرع. كزبرة عشر ثواني. ثوم وبصل ثوم وبصل جمال ثوم وبصل بسرعة. جمال ثوم وبصل جمال ثوم وبصل هونيك ثوم وبصل. يلا ماما ماما ثانيتين ثانية الملوخية. جمال انتهى الوقت. جمال 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 بدي جيبه. يلا جيبه جيبه جيبه. اوكي تعرف واحد بس يكون عم بهدف بتلبك. شو ناقص بعد من المكونات؟ مرقة الدجاج مزبوط. بس دخل ما بحطوا لها لحمة كمان؟ لا يا دجاج يا لحمة. هلا بمصر بيعملوها الملوخية بأرانب. لا ما في ما جبت الأرانب. لا تركتهم بالبيت. اوكي قد ايه عادة بتاخذ معك وقت الملوخية لتعمليها؟ بتاخذ وقت لأنه تستوي وتطلع طيبة. أنا بدي ساعة. بدك ساعة على الملوخية؟ آه. طيب نحن بدنا نعذبكم هالمرة ونزركوا شوي لجمال ونعطيك 35 دقيقة لتعملنا طبخة ملوخية بده يكشف عليها الشيف أنطوان بالختام. جاهز؟ رضوى منبلش؟ منقلها 3 2 1 هوبا بلشنا. حطهم كلهم حطهم كلهم 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 كلهم. ايه روح افتح المي عليهم بسرعة نقعهم بالمي. يلا ركوت خلص ستوب. يلا يلا, يلا. سكر المي نقعهم سكر سمن المي. سمن نقعهم بدي ياكل منهم الشيف معقول؟ يلا 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 ما تضيع وقت خلص. كبسهم كبسهم ماما كبسهم. ايه ايه خلص اتركهم. اطيب شيء الملوخية. اطيب اكله. ايش بنعمل يا جماعة؟ جد خشبة الفرن ماما. ما في خشبة فرن. جيب سكينة سكينة وخشبة فرن. عن جد حاسس حالي بالمدرسة. ايه 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 بسرعة ممنوع الغلط قصص والله. مدام اجيب بس يلا طول. يلا نو 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 يلا سكينة. هو عم يلهيني بس ليك سكينة ماما. ليك وين حبيبي؟ حبيبي هون يا جمال يا حبيب القلب يا جمال يا جمال هون جوجو جو سكينة. لك وين السكينة يا جمال؟ ايه وين قطع الزبدة قطع الزبدة قطع الزبدة. لك هيدا هيدا السكينة للزبدة؟ ايه معلش يلا. حط حطهم اتركهم 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 مثل ما هن. حط وحدة هون وحدة هون. يلا بسرعة ونوس الغاز نوس الغازين. هلا بيطفيهم هلا بيطفيهم. شي وصلهم كثير. نوس هيدك نوس هيدك ماما نوس هيدك حبيبي الثاني. بسرعة قطع الدجاج. يلا يلا بلش قطع الدجاج. يلا ماما نزلوا بالطنجرة بسرعة هيديك الكبيرة بسرعة. بده يقلي هلا الدجاجات ويحط المي تغلي. حط جبدة لاباس بس خلي حط الدجاجات قبل. حط كم شتين بسرعة. هلا قد ايه؟ خليني نشوف رضوى. خلص وجمال ماشي حالهم. حط سبع بهارات فوق الدجاجات. وين السبع بهارات؟ سبع بهارات رش ليك هون هون. ايه بهالوقت خلينا نشوف شو رأي تيتا وردة. شو يا وردة كيف بنلاقي الشغل؟ ما بعطي رأيي لحدا انا. ليه؟ كل واحد عن حاله. كل واحد عن طريقته، بس كانت رضوى عم بتقول عن مش كثير كان عجبها شغلكم. انا؟ ايه تروح تتشطف على البحر. كارلا كيف بنلاقي الوضع؟ هلا لحديت هلا ماشي تمام. انا شايف الشغل جيد هون. ايه بس تندوق وكبايه بطريقه. هلا بعد هون هونيكي والعاني عند جمال ورضوى رح اروح لهونيك شوف كيف الوضع. لازم تغير طيب. الملعب بس يلا ما بيأثر. ماما شعيريه بدها مي. حط لها مي عجل. انا بدي اجيب لها مي. ايه احترقت.
احترقت؟ احترقت. طيب يلا ما بعرف كيف احترقت. ليك وين البريق؟ بسرعة بسرعة عبي مي. بعد الدقيقتين إلا فيكي تفوتي تساعدي. يلا أوكي هلا لنشوف الشعيرين كيف احترقت. تعتبر احترقت هلا. لا 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 عم بمزح. يلا يلا حطهم كلهم حطهم كلهم حطهم. هلا مش وقت مزح يا جمال. حطهم كلهم. يلا غطي طنجرة غطي طنجرة. ماما غشي طنجرة حبيبي. غط غطت. اوه بتجنن. يلا حط الطنجرة. بتجنن؟ ايه. شفت هن بيعملوا غير شيء الرز. شعيري بتحط لها مي بعدين بتفحط الرز. جمال عندك تقشير الثوم بسرعة ماما. شو عم تعمل؟ لا حلو التصفيط انا عجبني التصفيط جمال. هيك هول وشو كمان؟ هدول قرن الحر قرن الحر بسرعة. شو ها؟ بده يفرم الكزبرة. فوتي وتطلعي دقيقة؟ ايه ايه بدي فوت. يلا كبسة البصر اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. اوه اعطيني مي اعطيني مي جمال. مي ما فيني اعطيك شيء ابدا. رضوى شو بدك تساعدي؟ ليه فتة؟ بدي ساعده بكل شيء. هلا شو عم تعملي؟ خبريني شو عم تعملي؟ بدي حط المرقة ليصير في يعني نحن بنقول عنه ضلع ضلع دجاج. اوكي اوكي بنحط المي كمان. ايه ايه اوكي تمام. بس بعده وقتهم كثير منيح. اوكي الوقت عم يمرق يا رضوى الوقت عم يمرق. رشقة بس انا كثير عم لاحظ عن جد فعلا هالنظافه على الطاوله الشيء بشهي. انت ما شفت شيء هسه يعني فعلا شو بدي بالطبخه بس نظافه ممتازه. يلا جماعه رجع الوقت الطبيعي. هلا بدك تخلط كيف هي بتدور ماما؟ اكبسها هيك لهون. هلا المكنه ماما لفوق الايد اكبسها لهون مشان تشد تقفل اقفل المكنه. والوقت عم يمرق وطبعا لا ما تفل. اذا ما دارت مفروض يكون عندنا انقاذ. ايه بدنا الشيف. ايه وين الانقاذ؟ دايما جيد سبع اطوال زابرة سبع اطوال. بدك تقفل حطتها سوبرمان الطبخ شيف اطوال مكتر. اوه راح الوقت والله. وايدي هي غلطت الانقاذ من له ميرسي شيف اطوال. قلو ميرسي شيف اطوال. ستوب 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 شيف اطوال. شو رايك على الموضوع؟ شو عم بصير؟ لا في نكهه في مبين شيء. جمال جيب لي طنجره من هون فضي الضلع. كانه ملعب للدجاج. انا بدي فوت. ايه فيك تكبسي. في منهجيه بالشغل. مظبوط. شو علي الغاز صغير بسرعه. فاذا بتكون كبست هلا رضوى لتكمل. بسرعه التوقيت صار دوب. بسرعه روح عصر هون. شكرا شيف اطوان. عصر هونيك وتركني. ومنكمل فاذا وين الرز؟ وين الرز؟ ايه الرز ايه الرز؟ بسرعة 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 هي صار 18 دقيقة. رضوى 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 ها حلوة رضوى. بسرعة 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 خذي هون. يلا لحظة أنا بدي أروح مشان الوقت ماما. إيه الله معك الله معك رضوى اخذي وقتها والوقت دوبل مثل ما كنت عم أقول وبتكبس البصل. أوكي رضوى يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شو بعمل هلا أنا معك؟ الملوخية حطهم قليهم؟ قال لي الملوخية؟ ايه بقال لي شوي. ايه ما بيحط حامض قبل؟ لا بده قال لي هلا بالزبدة. بقال لي تقلية. بعدين بقال لي وبعدين بحطها بالماي؟ بحط زوم الدجاج. بسرعة ماما، بسرعة ماما. خربت الدنيا أنت حبيبي. خربت الدنيا حبيبي، يلا يلا يلا. شو بالنظافة؟ لا ما بيأسف. أوكي 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 يلا. أوكي جمال ما في وقت. الملوخية هلا قلب راضي عنه لهلا بالطبخ. ايه ايه ممتاز ماشي حاله. ايه بس خير بالدنيا ما هيك ما بين هنا علي. ايه انا بالمطبخ هيك بكبه برات المطبخ. بطنجره فاضيه يعني ها ولا فيها زبده؟ لا حطيت زبده فاضيه هيدي كان بفتكر حاطه بس ما حطوا حامض. يمكن بابا كله بلا حامض. ما بتمخت الملوخيه اذا ما فيها حامض. بلكي الترابوسيه في ناس بياكلوها لجتها تمخت. انا شو عم تشتغل على الزينه ولا شو؟ بشتغل على المدى البعيد. صرنا بس نزيني على المدى البعيد. على المدى البعيد هلا على المدى البعيد حبيتها. بس الحامض لشو بدنا نعوزه للزينه؟ هلا من هلا نبلش بالزينه. مبكر على العيد. مرتاحين على وضعنا. مرتاحين على وضعنا صح؟ انا انت بتعملي الزينه. جمال اعملي الحامضه الثانيه. مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا جمال تحت انظار وارشادات والدته مديره المدرسه عم يشتغلوا بمنهجيه مطبخيه لا مثيل لها بهالحلقه. لنشوف رح ناكل ملوخيه او ملوخيه بعد الاعلان.
نرجع لكم مشاهدينا باقي دقيقتين و33 ثانية لنهاية طبخة الملوخية بين رضوى وابنها جمال. الوضع ممتاز لحد هلا، ماشيين بشكل كتير منيح. شو ناقصك بعد اشياء عبالك تعملها؟ يلا يلا يلا. شو يا تيتا؟ ليها؟ مين حيربح؟ احنا عملنا طبختين. عملنا طبختين؟ انجاز انجاز. يلا جمال، يلا جمال. جمال جمال الرز، لا اتركوا الرز هلا. ماما حط لي هوليك على جنب، على جنب من هون. ايه ايه يعني كل شيء عملتوه بروح دعان اذا ما صبيتوا الصحون. يلا يلا اوعى اوعى تحرقوا حالكم. اوكي يلا. بلش جمال يسكب اول صحن الملوخيه. ما هيك ما هيك هلا بعدين نظبط. خلص ما هالقد شكله رح ينزع الطبخه مثل ما بيقولوا. كان ماشي حاله كثير منيح. ما هو الضيوف خلص خلص، بس ختامها شكلها ما بعرف قد ايه رح تكون منيحه. وين الرز بعد؟ يلا. وين الديكوراسيون؟ يلا رضوى جمال انتهى الوقت. 10 ثواني، 10 ثواني لنهاية رز. ايه بدنا نعدي لل 6 ثواني. بسرعة حطوا هالخد السحنين، حطوا له ملعب ملعب بسرعة. ثلاثة ملعب ملعب. اثنين واحد. نتفي انتهى الوقت، انتهى الوقت يا جمال. يا جمال شو عملت؟ كان ماشي وضعك ممتاز، انه اخذين وقتكم ومرتاحين. ليه؟ لا ما كله تمام. انا هسه كنت هيدي بحس انه بحاجه، بس هلا لا لقيتها منيحه. هلا انتم اشتغلتوا اكثر شيء على صحن الشيف أطوان مثل ما عم بشوف. صحيح. اما صحون الضيوف يلا من قريبه على السريع. طيب بدي اطلب منك جمال، بدي عزبك تضيف اخصامك. اوكي ناجي انه مقبوله، بس نحن انا مثلا ما بطبخها هيك للملوخيه. أول شيء فيها ملح كتير. تاني شيء نحن بنعملها مثلاً الرز بده يكون أبيض، أبيض بدون شعيرية أبداً، ونحن بده يكون فيها زوم مش هيك ناشفة، وبصل ومع خل وبصل على وجه. حامض في ما في حامض. هلا هي كاستوى ضابطة، بس نحن ما إنه أنا ما بكلها هيك. مقبولة بس بلا حامض مش طيبة. ايه بلا حامض انا بحس الملوخية ما بتتاكل، إذا ما مع حامض مع شيء ما مش طيبة. بس الدجاج منيح. وبصل. دجاج منيح. وبصل أكيد. ناقصها شوي. ايه أهم شيء خبز. كل واحد بياكل ذوق. رضاكي يا رضوى. والله. بس هلا هيدا الصحن رح يروح لعند الشيف أنطوان. أكيد. لنشوف رضارة الشيف أنطوان. أكيد. على طبخة رضوى وابنها جمال. صار وقت نعطي هلأ الملاحظات، شو الأشياء الزايدة، شو الأشياء المنيحة، شو الأشياء المش منيحة بطبخة رضوى وجمال. أنت بعد ما شفت الصحن بالإجمال كيف لقيتها؟ بس وقت هي عم تحضر حسيت عم مش عم تحضر رز بشعيرية، شعيرية برز. صح، بتعتبر غلط في الطبخ ولا لا؟ في أصول، نحن نحكي بالأصول. بالأصول هلأ واحد مثل ما بده، شو ما بده بيعمل ببيته، في يأكل رز بشعيرية على الحل. إله حق، مظبوط. بس هلأ برأيك رح ناكل ملوخية ولا ملوخية؟ ما نشوف. ما نشوف. اوكي. جاهز؟ جاهز. 3 2 1 هوبا. بقصي. بقصتش. شو بيانت معك؟ أنا شفت البرزنتاسيون منيحة. بعدين ليك طالع بيشبه ميكي ماوس. إيه. ليك طالع على العيون والدينين والكذا. هلا أنا ملوخية طرابلسية هن بيستعملوا مع الحر. اوكي. تاني شيء الملوخية إجمالاً لتتاكل بده يكون فيها مرق. المرق قليل هون، ناشفة. نرجع نحن نعرف إنه نحن بتقديمنا للملوخية وكل الناس اللي بتعرف إنه في خبز محمص. صح. يتقدم مع الملوخية، في كاسة فيها خل وبصل ناعم. 100%. وفي كاسة تانية بصل وعصير حامض. هلا رضوى قالت لي بطرابلس ما بنكل، ما قلت لها انا امي بنعملها ايه؟ مع خل وبصل وبنحط لها خبز محمص. نحن هون مش حنمشي، حنمشي معها على طريقه طرابلسيه. بلا خل وحامض. بلا خل وحامض. هلا لنبلش ندوق. مندوق انا بدوق. شعيريه برز. اول شيء الرز، بس ما بنخلطه مع بعضه؟ شعيريه برز. ما فينا نعملهم هيك؟ بلا فينا. شوي كانه مجبجدين ولا هلا انا مثل ما عم شوف هون. اوكي. الشعيريه ناضجه زياده. قبل ما ادوقها. اوكي. والرز بعده منه ناضج. انا رح سبك هالمره رجعت. سبك. هلا طيب الرز ملح كثير، ملحه شوي صغيره زياده. لا اتاكد شيف أطوان، انا باخذ وقت لاتاكد. باخذ معي وقت. اجيب لك اياه بالجيل هون. يلا فيك تبلش. صحتين. لا منيحه. صحتين.
هلا انا بعد ما تاكدت 100% اذا انا في هدي لك كمان بدك شوي بعد بعد بدي شوي هلا جاوبني هيك ايه جاوبني هيك طيب دجاج مستوي دجاج مستوي اه مستوي دجاج؟ ايه طلع لا تاكد هاو الدجاجية طعمة مليح طيب تأكد. هلا يعني رأيك بشكل عام عليها؟ ما لا بأس فيها يعني طيب هلا نحن شفنا نتيجة رضوى وجمال جمال رح نروح هلا إلى النتيجة النهائية مين رح يربح بين الثلاث كوبليت أنا والشيف أطوان رح نعطي النتيجة هيك مشاهدينا بنكون وصلنا إلى اللحظة الحاسمة بحلقتنا اليوم مين رح يقول بين المشتركين الثلاثة أمي أقوى من أمك كان معنا التيتا وردي وجورج زاف الألون طبعا طبخولنا البانية كان معنا كارلا وبنتا باميلا يلي طبخولنا ما يسمى بالكبة بلبنية بس بدون رز هالمرة ووردي وكارلا ما بننسى انه كان في منافسة عائلية بيناتهم يعني بين الكنة وحماتها وكان معنا ايضا الكوبل الثالث رضوى وابنها جمال زاف الألون اللي قدموا لنا ملوخية طبعا الحكم هو الشيف اطوان تفضل شيف اطوان انا بعد جهد جهيد وكنت عم تسالني عن الرز أيوة. ضليت فتش لقيت حبه لقينا حبه حطينا هيدي الحبه اللي لقيناها مع المنظر وحطيناها اكيد مين رح يكون الفائز بين الكوبليت الثلاثه الشيف اطوان اللي رح يعطي النتيجه مين الفائز هل هي رضوى وجمال هل هي كارلا وباميلا او وردي وجورج التبوله النتيجه عطاها الشيف أطوان الفائز معنا بحلقة اليوم مين رح يكون رضوى كارلا وردي جورج باميلا أو جمال الفائز معنا لبلوخية رضوى وجمال مبروك رضوى مبروك جمال شيف أطوان تانكيو لحضورك لحكمك اليوم الدقيق بحلقتنا لقائنا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج أمي أو من أمك إلى اللقاء